حبيبتي حبيبة محمدي حبيبتي امها معاها دينا دينا بنت خالي الله يرحمها. هي على الفلاح طيبين. خليكم في المقابر بلاش ده مسجد ليه حرمة. وخلاص مسجد ليه حرمة يا جماعة. صلى على النبي يا استاذ. يلا وصول وسمان حبيبه شماعه ضحيه سائق اوبر. انا لله وانا اليه راجعون. حبيبه شماعه هي فتاه تبلغ من العمر 24 سنة، خريجة كلية إعلام جامعة بريطانيا، تعرضت لحادث إن هي كانت راكبة أوبر، السائق كان بيرش برفان، حست ان هي هتتخطف رمت نفسها على الطريق، كانت على طريق السويس بالتحديد رمت نفسها. لما رمت نفسها طبعا تعرضت لمشاكل صحية، والنهاردة جنازتها بيتم الصلاة عليها في مسجد الشرطة في التجمع الخامس. عايزه اقول لكم يعني الله يصبر مامتها وباها واخواتها على فراقها. امبارح اعلنوا وفاتها واعلنوا ان اليوم صلاه الجنازه عليها في مسجد الشرطه التجمع الخامس. ربنا يصبر أهلها. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
احنا دلوقتي في مسجد الشرطة التجمع الخامس للصلاة على حبيبة شجناع، فتاة ضحية سائق أوبر التي تبلغ من العمر 24 عاما، خريجة كلية إعلام جامعة بريطانيا. حالة من الحزن تسيطر على أهل حبيبة وبالأخص والدها ووالدتها أيضا. زي ما احنا شايفين حبيبة تعرضت لحادث، كانت راكبة أوبر، هو السائق كان بيرش برفان، هي خافت رمت نفسها على طريق السويس، تعرضت لإصابات كان بقالها فترة. لحد ما لقت ربها أمس أثر الحالة الصحية وتدهور الحالة الصحية اللي هي تعرضت لها أثناء رميها من العربية وهي ماشية على سرعة. زي ما احنا شايفين حالة هي تعرضت لنوع من انواع الذعر او هي خافت من الاختطاف. طبعا احنا ما نقدرش نحدد اذا كان هو كان بالفعل ده يتم اختطاف او لا، لان دي حاجة بتاعت النيابة هي اللي تقدر او المحكمة اللي تحكم فيها، لكن هي مجرد خافت من الاختطاف فتصرفت بكده او كانت بالفعل في اختطاف وهي تصرفت كده. احنا ما نقدرش نحدد الواقعة بالتحديد لان ده حكم محكمة ونيابة احنا ما نقدرش نتدخل فيها او نعلن حاجة، لسه ما نعرفش ايه اللي حصل فيها. طبعا النهاردة احنا في مسجد التجمع الخامس، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس الصلاة على حبيبة شماع، فتاة ضحية فتاة سائق أوبر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأصلي وأسلم على الحبيب المحبوب صلوات ربي وسلامه عليه الذي أنزل على قلبه القرآن في شهر رمضان. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. فصلوا معي على أحمد، صلوا معي على طه، صلوا معي على المزمل، صلوا معي على المكثر صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم. معاشر الصائمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله هي الذات الذي نلقى به الحق سبحانه وتعالى يوم المعاد، يوم يفر المرء من أهله وقومه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيها الأحبة، عشنا فيما مضى مع تلاوة قرآنية عطرة، وجاء فيها قول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
الكتاب كما كتب على الذين من قبلكم لعلهم تتقون. والحق سبحانه وتعالى أراد للأمة التوحيد أن يكون لها موازم للطاعة حتى تتنزل المغفرة والرحمة وحتى نغتنم هذه اللحظة وطوبى لعبد عاش هذه اللحظة وهو موصول الحبال مع الحق سبحانه وتعالى. والمقصود بالحبال هنا حبال الطاعة. لذلك فإن الإمام علي كرم الله وجهه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها زي ما احنا شايفين بباطنها وباطنها بس كلها ضحلها يعني. فقام أعرابي وسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: لمن يا رسول الله؟ فكانت إجابة الحبيب: لمن أطال الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فهذه خصال كلها في رمضان. فيا معاشر الصائمين هنيئا لكم هذه الأبواب المفتحة في هذا الشهر الكريم. هنيئا لكم هذه الهدايا العظيمة التي تتمثل في طاعة الصائم لربه. فقد قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا وإحساناً غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أخبرنا حضرته صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. على مصراعيها في رمضان. والحق سبحانه حينما دعانا الى ابواب الصراع قال سبحانه: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه معروفه السماوات والارض وعدت للمتقين. فجاءت الارض المتقين الذين ينفقون في الصراع والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كل هذه الخصال يتحلى بها الصائم في رمضان. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا او سلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فابواب الطاعه في رمضان هي ابواب الخير لان الصائم يتشبه بالملائكة. فأبواب الطاعة وعلى رأسها في رمضان تلاوة القرآن. وهذا هو شرف الأمة العظيم حيث أنزل القرآن على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجاء لخير الأمة إنها أمة القرآن. فأبواب الطاعة في رمضان يتمثل في أن الصائم يصوم لله إيمانا أي اعتقادا جازما بأن الصوم لله واحتسابا أي يحتسب صومه ويرجو ثوابه. فعلينا معاشر الموحدين أن نواظب على فعل الطاعات وأن نجتنب فعل المنكرات حتى نغتنم هذه الفرصة الطيبة إلى مدرسة الصيام التي دخلنا إليها وظهورنا ملأى بالفرح والصبر يحتفى الوحدان بعطايا رب السماوات والأرض إلى
وقيامنا وركوعنا وسجودنا يبقى